السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل الملاقية المغلفة. المهم واحد الملاحظة أساسية هنا، حاولوا دائما ملي تخدموا الراندة خليوا الخيط في الراس ديال الإبرة يكون قصير كيف ما كتشوفوا معايا الآن، يعني الخيط يكون في الراس ديال الإبرة غير واحد شوية ديال الخيط. علاش؟ ملي كديروا الخيط في المنتصف ديال الإبرة كديروها في المنتصف ديال الخيط كيبقى الخيط كيتشنتف، ما كتجي فين تكملي هذاك الخيط حتى كتلقايه كامل تشنتف. هذاك الشيء علاش من الافضل انك تخلي غير واحد شويه ديال الخيط في الراس ديال الإبرة. المهم هاد الملاقيه هذه هي مناسبه انكم تخدموها اما في جلابه خفيفه من الفوق حتى لتحت، او انك تخدميها اسفل النصف طوق، يعني تكوني خدمتي النصف طوق ديالك وساليتي وعاد ديري هاد الملاقيه هذه. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نخدم معاكم الجوزه المغلفه ديال هاد الملاقيه هذه. المهم هنا غادي تخدمي عادي جدا، انا باغا نوصل لستة ديال الغرازي فغادي نخدمهم بهذه الطريقه هذه، 1 2 3 4 5 6، هذيك السادسه هذه هي اللي يلاه غادي نكملها. دابا دائما العدد اللي نتوما باغين توصلوا ليه كتخدموه بهذه الطريقه، كتجيو حتى الاخير عاد كتضربوا في الثوب. لاحظوا معايا درت هذه الغرزه هذه في الثوب وغادي نرجع نكمل الغرزه السادسه، الخيط في الاتجاه العلوي الفوق وغادي نخدم على هذه الغرزه هذه. دابا عاد نقدر نقول باللي ولاو عندي 6 ديال الغرازي. اللي بغات بطبيعه الحال تخدم بالطريقه السهله وهو انك ديري واحد ضربي ضربه لتحت وضربه لفوق وكتبقاي تعمري في هذوك الغرزات حتى كتكملي 6، ولكن هذه اضمن لانها كتمشي معاك دقه دقه. فغادي نرجع الخيط لفوق. هنا انتبهوا معايا الاتجاهات ديال الخيوطه خاصه السيدات المبتدئات. اول حاجه غادي نخدم غنتجاوز الغرزه الاولى وغادي نخدم في الغرزه الثانيه، فغادي نجر الخيط. وكنعتذر منكم على الغياب الطويل ديالي، ولكن ان شاء الله هاد الايام غادي نبدا كل مره نحاول انني ندير خدمه جديده. لاحظوا معايا مزيان هنا درنا الغرزه هذه الغرزه الثالثه، وهذه بطبيعه الحال الغرزه الرابعه، فغادي نجر الخيط ونثبتو بهذه الطريقه هذه. ودائما الاتجاه ديال الخيط كيبقى الفوق، ديما خلي الخيط الفوق. هذه الغرزه الخامسه ما غاديش نخدمها وغنمشي مباشرة نخدم في الغرزة السادسة. تنجر الخيط وبطبيعة الحال غادي نخدمو دابا على الثوب، الخيط دائما الفوق وتنضرب الثوب بهذا الشكل هذا ونجر الخيط. دابا العكس، غادي نهبط الخيط للأسفل، ديما ملي تكوني غادا طالعة الخيط يبقى لتحت، فغادي نرجع ونخدم في هاد العوينه الكبيره هذه. غادي نخدم فيها جوج ديال الغرزات، هذه قاعده اساسيه دائما كنخدموا بها، الغرزه الاولى ونرجع في نفس الفراغ ولا نفس هاد العين وندير الغرزه الثانيه. والان غادي نخدم، لاحظوا معايا مزيان، غادي نعمر هاد جوج ديال الغرازي للوسط، هذه الغرزه الثالثه، ودابا نخلي الخيط لتحت ونمشي نخدم الغرزه الرابعه. المهم انا هنا غادا بشويه بالنسبه للسيدات اللي متمكنين من الراندة سرعوا الفيديو، يعني عادي جدا ممكن انك تديري السرعة في الفيديو وتكملي.
والآن خدمت الغرزة الخامسة في هذاك الفراغ ولا في هذه العوينة الكبيرة، ونرجع في نفس الفراغ وندير الغرزة السادسة. دائما نفس عدد الغرز خاصه يتعاود باش تبقى الخدمة غدا عندك مقادة. ودابا غادي نخدم على التوب، الآن غادي نرجع ونخدم الغرزة الأولى ونمشي نخدم الغرزة الثانية. هنا حاولوا تركزوا معايا شنو غادي ندير. الغرزة الثانية، ودابا غادي نتجاوز هاد جوج ديال الغرز اللي الوسط، واحد اثنان، فغادي نخدم فوق ثاني غرزة. لاحظوا معايا، ودابا غادي نكمل عادي جدا، كنجي في هاد الراس ونخدم الغرزة الخامسة، ودابا نرجع لاخر وحدة اللي هي السادسة. والان نخلي الخيط كالعادة الفوق الاتجاه ديالو الاعلى، وغادي نجي ونخدم في التوب. دابا حاولوا انكم تركزوا معايا مزيان شنو غادي ندير. فلاحظوا معايا هنا الخيط الاتجاه ديالو الاسفل، وغادي نرجع عوض، غادي دابا نعوض عوض هاد جوج ديال الغرزات، غادي نعوضهم ونخدم مباشره في العيل الكبيره. فغادي ندير الغرزه الاولى، هذه غرزه ماشي حبكه، مجرد غرزه عاديه جدا، غير عوض فاش نضربوا في هذوك الغرازي اللي عندنا، غادي نخدمه في العين الكبيره. الان درت الاولى ورجع في نفس العين وندير الثانيه. لاحظوا معايا مزيان، هذه الغرزه الثانيه. والان غادي نمشي لهاد الفراغ وغنخدم غرازي عاديين جدا. الغرزه الثالثه، والغرزة الرابعة، دابا الخيط الاتجاه ديالو الأسفل وعوض هاد جوج ديال الغرزات كالعادة، غادي نمشي مباشرة لهاد العوينة الكبيرة أو للفراغ، وغادي نخدم فيه الغرزة الخامسة. ودابا غادي ننتقل في نفس الفراغ بطبيعة الحال، وغادي ندير الغرزة السادسة اللي هي الأخيرة. نخلي الخيط لتحت ونمشي نخدم في التوب عادي جدا، غادي نجر الخيط، حاولوا أنكم تزيروا شوية الخيط. وما تنسوش كاين واحد الفيديو كنت هضرت لكم فيه على الفرق ما بين الحرير المبروم والحرير العادي في الخدمة ديال الراندا. حاليا انا افضل انني نخدم بالحرير المبروم. هنا واخا في الفيديو كان بان لكم خدمت بالحرير العادي، لان هاد الخدمة هادي ما غاديش نخدمها في شي جلابة، انا هذا غير طرف ديال التوب غير خدمت فيه عادي جدا. حاولوا انكم تخدموا بالحرير المبروم، جربوه ولو مرة واحدة باش تأكدوا من الفرق بنفسكم. وكنتمنى انكم ترجعوا لهذاك الفيديو وتشوفوا الخدمة كيفاش كانت وكيفاش المهم انا في الاخر حاولت انني نصلحها بالحرير المبروم. المهم حاولوا انكم ترجعوا، راه غادي تلقاو هذاك الفيديو، غير رجعوا ليه. ودابا نكمل معاكم. الى لاحظتوا مشيت دابا هذه هي الغرزة الرابعة، والان غادي نتجاوز هاد الغرزة الخامسة. الغرزة واخا ما كتبانش ولكن راها كاينة، يعني هذه كنتجاوزها وكنمشي مباشرة لاخر غرزة اللي هي السادسة. هاد الخدمة سهلة وبسيطة، غير في البداية كتحتاجي انك تتبعي شوية بشوية وصافي، من بعد كتولي اسهل الخدمة. لاحظي معايا دابا خدمنا في التوب، وغادي نرجع ونعمر هاد الفراغ الخيط الاتجاه ديالو لتحت، وغادي نخدم غرزة الاولى
وفي نفس الفراغ غادي نرجع وندير الغرزة الثانية. والآن لاحظوا معايا مزيان الخيط الاتجاه ديالو الأسفل، وغادي نرجع ونخدم، غادي نعوض هاد جوج ديال الغرازي وغادي نخدم في الفراغ في العين الكبيرة. فدرت الغرزة الثالثة ونرجع في نفس العوينة الكبيرة وندير فيها الغرزة الرابعة. ودابا غادي نمشي للفراغ الأخير وندير فيه الغرزة الخامسة والسادسة طبعا. والآن غادي نهبط الخيط للأسفل ونخدم على ثوب. فهاد الخيط هاد الحرير هذا اللي خدمت به درته على ثلاثة ديال الشعرات، وحتى اللي بغات تخدم بالحرير مبروم حتى هو ديريه على ثلاثة ديال الشعرات، ولا بغيتي ديريه على أربعة شعرات ماشي إشكال، شوفي انتيا والذوق ديالك. بالنسبة للرقم البرا رقمها خمسة. فهنا رجعت ودرت الغرزة الأولى وغادي نمشي بطبيعة الحال لحداها وندير الثانية، وغادي نتجاوز هاد الغرزة الثالثة اللي هي هنا وغادي نخدم في الغرزة الرابعة. والآن غادي نعمر هاد الغرزة الخامسة ونخلي الخيط الفوق ونرجع ندير الغرزة السادسة. والآن غادي نخدم على الثوب الخيط دائما الفوق، ورجع نهبط الخيط الى الاسفل. الان العكس، ملي كتكوني غاده طالعه الخيط كيبقى لتحت. هاد جوج ديال الغرازي كالعاده غادي نعوضوهم ونديرو في بلاصتهم جوج، ولكن في العين الكبيره. درت الاولى وغادي نرجع ونخدم الغرزه الثانيه. والان غادي نعمر هاد الفراغ هذا الغرزه الثالثه والرابعه في نفس المكان، ونرجع نعمر هاد جوج الغرازي الاخيرين اللي هي الخامسة والسادسة طبعا، ونرجع نضرب في التوب والخيط كيبقى دائما لتحت كالعادة. غادي نرجع الخيط الفوق ونتجاوز هاد الغرزة الاولى ونخدم في الثانية، نجر الخيط مزيان. ودابا نمشي نخدم الغرزة الثالثة اللي هي في الوسط، وكذلك نمشي وندير الغرزة الرابعة، وغادي نتجاوز الغرزة الخامسة ونمشي للسادسة باش ندير هاد العوينة الكبيرة هذه. ودابا غادي نضرب في التوب ونرجع نهبط الخيط لتحت ونعمر الغرزة الأولى. مهم هاد الفيديو هذا جا طويل صراحة، مكنتش باغا نطولو لهاد الحد هذا كامل، ولكن بغيت نوضح أكثر باش كل شيء يستفاد، خاصة الأخوات المبتدئات والناس اللي بزاف كيدخلوا كتكون وحدة معلمة الخدمة، كتكون باغا غير تشوف، يعني غير كتشوف لقطات وكتفهم الخدمة كاملة، كتقولك علاش الفيديو تقيل. اول حاجه سرعي الفيديو، هذاك اختيار ديالك، غادي ترجعي وتسرعي الفيديو وشوفي كل شيء. ولكن كنحاول انني نتقل على قبل الاخوات المبتدئات، حيت عارفه مزيان بلي هاد معلومات مهمه بزاف، وابسط حاجه بالنسبه للاخت مبتدئه فراه هي معلومه مهمه بزاف. واخا ملي كتكوني معلمه وكتدوزي شحال في الخدمه كتولي تبان لك معلومه بسيطه، ولكن بالنسبة لوحدة يلاه بدات راها ماشي بسيطة. هذاك الشيء علاش دائما سواء في هاد القناة ديال راندا أو في القناة الأخرى ديال الكروشي دائما كنحاول نراعي الأخوات المبتدئات، وكنتفكر ملي كنت أنا مبتدئة ويلاه كنتعلم كنت كنقلب على بحال هاد الفيديوهات اللي فيهم الخدمة تقيلة وتصوير قريب باش نقدر نشوف البرا فين كتدخل وكيفاش الخدمة كتخدم.
المهم كنتمنى انني نكون فدتكم ولو بالقليل، وكنشكر السيدات اللي سولوا فيا وسولوا في الغياب ديالي. المهم كنعتذر منكم على هذا الغياب، ان شاء الله مبقيتش نغيب بزاف، فغادي نحاول. وما تنسوش واحد القضيه، بعد مرات كنغيب على القناه ديال الراندا ولكن كنكون في القناه ديال الكروشي. حاليا كنت غايبه عليهم بجوج، ولكن غادي نحاول انني نعوض هذا الغياب هذا. بالنسبه للسيدات اللي مهتمين بالكروشي، فغادي تلقاو الرابط اسفل هذا الفيديو هذا في صندوق الوصف، الرابط ديال القناه ديالي ديال الكروشي. وكذلك السيدات اللي باغين يدخلوا عندي الانستغرام، فغادي تلقاو الرابط ديال الانستغرام اسفل الفيديو في صندوق الوصف. الناس اللي كيسولوا شنو هو صندوق الوصف، حيت صندوق الوصف هي الكتبه اللي مكتوبه اسفل هذا الفيديو. اي فيديو دخلتي ليه الكتبه اللي مكتوبه لتحت هي صندوق الوصف. غير كل شخص دار واحد الفيديو كيكتب لتحت هذاك الفيديو شنو فيه، لاش كيصلح. مثلا انا دايره فيديو ديال راندا، كنكتب باللي هذا الفيديو هذا راه فيه راندا كذا كذا، صافي هذا هو صندوق الوصف. المهم دابا غادي تكملوا الخدمه ديالكم عادي جدا. انا ما خدمتش بزاف، خدمت غير شويه، لان هذه الخدمه هذه ما غاديش نلصقها في شي حاجه، يعني هذا غير طرف ديال الثوب. المهم كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، وشكرا للدعم ديالكم، وشكرا للتعاليق ديالكم اللي كيخليوني نستمر. وشكرا لكل شخص شاف هذا الفيديو هذا ودعمني، ولو بتعليق ولو بالضغط على زر الاعجاب. شكرا.